يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، مكملين معكم فقراتنا الحوارية. ودائما مثل ما قلنا لا نتأقلم مع الظروف، ويعني اختيار الأشياء اللي بتناسبنا بالحياة هو يمكن بخلينا نرتاح أكثر وبخلينا نعرف طريقنا وين رايح أكثر. صحيح، مثل ما قلتي فاتن بالبداية، الرضا والقناعة هن أهم شيء، بس كمان نحن ما فينا نغفل أن الرضا والقناعة بيخلونا نشتغل بطريقة بجوز تغير منحى حياتنا، بجوز تدلنا على طريق ثاني يكون هذا مشروع حياتنا باللي عنا بالإمكانيات اللي عنا. تماما، كثير عم نشوف تجارب بهيدا المجال، عم بيكون في سيدات وصبايا قادرين يأسسوا مشاريعهم الخاصة ضمن هيدي الظروف لحتى يكون يحقق لهم هيدا الرضا عن نفسهم وعن الإنجازات اللي بيقوموا فيها. اليوم معنا تجربة بالاستديو السيدة منار بدور، وهي عم بتأسس وأسست لمشروع صغير لإنتاج مستحضرات التجميل من المواد الطبيعية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم يا أهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا صباحك. فيك. خلينا بدايه ننطلق من المشروع، كيف اجت الفكره؟ ايه ما تبلشتي فيها؟ هلا هي والله من 3 سنين بلشت بالموضوع. هلا هو كيف اجت الفكره؟ انا بطبيعتي بحب الاشياء الطبيعيه، الهاند ميد، يعني الاشغال اليدويه بشكل عام. يعني قبل ما اكون بشتغل كنت استخدم اشياء طبيعيه، يعني دائما بروح باتجاه الشيء الطبيعي، ما بحب الاشياء الكيميائيه. يعني عم بشوفك كله كنت تحطي طبيعي انت لحالك بالبيت. حتى يعني كريمات وهيك، يعني مستحضرات تجميل ما كثير. فبلشت اشتغل لحالي، جربوا اخواتي اصدقائي، صاروا هن يقولوا لي انه يا ريت تعملي لنا وكذا. يشجعوني دائما الاخوات والرفقات، دائما هن بيكونوا اول مين بيكونوا هن تجربه، يعني اليه التطبيق بتكون تماما هن داعمين يعني مشجعين. اي والله. فبلشت من هون، عملت كمان انه يعني كدعم للموضوع دورات بهذا الموضوع، عملت دورات كمان داعمه تغذيه، يعني طب اعشاب داخلي يعني كمان. ايه كمان يعني انه كله هو يعني حلقه واحده بيساعدوا بعض. فهيك بلشت. وبتعرفي اول مشروع، يعني بدايه مشروع بيكون في شويه صعوبات وكذا لحتى واحد يفوت بالقصه يعني. تماما. هون يمكن مثل ما قلنا هو المشروع مجموعه خطوات، مجموعه قصص نحن بدنا نساويها لحتى نوصل للغايه اللي بدنا اياها. يعني قرارك بانه انت تعملي هذا المشروع بدا بتجربه واشتغلتي عليها. خلينا نحكي عن اهميه هيدا الدورات اللي قمتي فيها. خلينا نقول كمان يمكن وسائل التواصل الاجتماعي كثير بتساعد بهذا الموضوع، انه نحضر فيديوهات معينه، نحضر فوائد معينه لكل ماده، شو مضار شو فوائدها. ايه طبعا. هلا بالبدايه مثل ما تفضلتي تعبت على حالي، بحثت، اشتغلت لإلي، بعدين عملت دورات. الدورات دائما يعني بتعطيكي شرح عن انواع البشره، الخامات اللي عم نشتغل فيها، بس دائما يعني هي خطوط عريضه، بده واحد دائما يبحث ويطور، يبحث عن خامات جديده، خامات نظيفة لحتى يطور شغله بالطريقة اللي هو بده اياها. في عيارات معينة لكل مادة ممنوع نتجاوزها، او مثلا طبعاً ممكن مثلا اذا زدناها بمكان معين تضر بدل ما تفيد. فهيدا الموضوع يمكن جدا حساس، خصوصا نحن عم نطبق على بشرة الوجه، فهي كثير مهمة للسيدات. ايه طبعا. هلا كل بشرة لها خصوصية، لها انواع فيتامينات بتناسبها، زيوت بتناسبها، ما بتناسب البشرة الثانية. وهلا انا يعني شغلي غالبا بالطبيعي، يعني دائما بروح للطبيعي. هو لانه الشغل بالطبيعي فهو بده يعني ما في مواد كيميائيه تكون حافظه له لفترات زمنيه طويله مثلا، بده دقه، بده اختيار منتجات كثير صحيحه. قد ايه هيدا يعني هيك بده تركيز، بده معلومه، بده شغل وبده معلومات وتعب. يعني هلا لما واحد بيشتغل وبيتعب ويبحث بصير هيك بينتقل معلومات او بيلقطها لقط، يعني بصير انه بتنزل المعلومات معك الخلل. انا مثلا بهيدا المنتج هون لازم اغير هيك، لازم ساوي هيك، بتغيري تماما. وفي مواد حافظه طبيعيه بتجي، يعني بتحفظ المنتج، مواد مانعه التزنخ، مواد بتضيفيه مثلا بتعطي، بترفع نسبه امتصاص الزيوت بالبشره، اشياء بتخص البشره الدهنيه، مو للجافه، يعني هيك. تمام. عم نطلع صور نحن فاتن. هيدا هلا كريم تشققات القدمين. هلا هيدا كمان بنقله احيانا كعب الغزال. تمام. حلو. هيدي صابون الشيا، فيها زبده الشيا وفيها هلام الشيا.
هلا انا بسمع شيء كثير منيح للوش وللصحه وللغذاء. تفضلي. هيدا مورد ومرطب للشفايف والخدود. وهيدا التونر بظن هيدا اللافندر، هيدا كريم الحرير كمان. كريم الحرير شو هو؟ هلا هو عبارة عن مجموعة زبدات مثل زبدة الشيا، شمع العسل، زيت جوز الهند، السمسم، الأرقان. فهي الزيوت تساعد على تسبيل الشعر وترميمه. للشعر كنت يقول لك برطب الوش او هيك، لانه كلها مواد مرطبه فطلع للشعر. ايوه هي. طيب تفضلي. هلا هيدا اخر شيء، انا توسحت شوي بالشغل فدخلت شوي بموضوع المنظفات الشامبويات يعني تحديدا. حبيت ادخل على شغلي هيدا شامبو. كمان الشيا. هلا صابون لبان الدكر كثير هي صابوني محبوبه، بتعرفي الوان الدكر مثل الكولاجين طبيعي يعتبر للبشره. تمام. فهيدي كريمات مزيله للتعرق طبيعيه كمان. هيدي شو بيدخل فيها مثلا مواد؟ هلا بيدخل فيها مثلا اكسيد زنك، بيدخل فيها الشبه، بدخل فيها انا صراحه. هلا هيدي داخل كمان العقبر اذا النحل في. ايوه هو بيمنع تكاثر البكتيريا. تمام. لو عرقنا ما في ريحه يعني بصير. تمام. صابون العسل. ايوه هي صابون العسل الطبيعيه طبعا، جليسيرين داخله العسل. تمام. هلا هيدي منتجات، يعني انت اليوم كنتي مشروع فكره بلشتي فيها طورتيها، اليوم انت عم تقولي انا طورت بالشركه، يعني كلمه شركه اليوم نحن خلينا نحكي وين وصلنا بالشغل. بالشغل اوكي. وين وصلنا بالشغل طيب اليوم؟ هلا كميه الانتاج، التوزيع، اقبال الناس اليوم على هيدي المنتجات. في الحمد لله في زياده اقبال، بس هلا يعني في عندك عوائق لو انه انت دارسه ومعك شهاده وكذا، في موضوع الترخيص بيعيقك يعني تنطلقي بالطريقة اللي انت بتحبيها. فأنا من فترة قريبة انضميت لمجموعة المرأة الريفية، وأنا عادة كان عندي أصدقاء يعني هني بصراحة شجعوني. كمان بتعطي دعم كتير كبير لإلنا من ناحية التسويق ومن ناحية مهرجانات. تمام. هيدا المشاركة يمكن بتقول مشروع أكثر، فهون عم نحكي صرنا عن التسويق وترويج المنتج، وعم نلاحظ يعني بكل نوع عم بيكون في خلينا نقول وضوح بكل مادة لشو بتستخدم، حتى القوالب اللي عم تستخدميها هي جذابة للنظر. فهيدا الموضوع كمان بيدخل بموضوع التسويق، القصص الأمبلاج اللي حطيناه. طبعا لازم دائما نسعى أن نطور الأمبلاج تبعنا، نطور شغلنا، نطور خاماتنا. يعني دائما هيدي القصة ما بيصير توقف، انه دائما مثلا هلا في عندي مغذي ليلي ما طلع هون. لا طلع مغذي ليلي واوليفيرا، بس نحن كنا عم نحكي بكريم الاوليفيرا ومثبت للشعر، بس كنت عم تحكي حضرتك. تفضلي. هلا هيدا بلشته مثلا هو فيه بتدخل الشيا، لانه هي بتدخل بتركيبه الكولاجين الطبيعيه، الفيتامين اي كذا. هلا اخر شيء يعني كثير مبسوطه اني وصلت له بهذا الكريم، طورته انه ضفت له مثلا كيو 10، ضفت له زيوت غذائيه مثلا زي جوز الهند الغذائي. حبه البركه بعد اذنك. كيو 10 هو انزيم، هذا الانزيم كثير بيساعد البشره انه تخلص من التصبغات ومن الندوب، بيضبط الدهون بالبشره. تمام. هيدا اخر اضافاتي كان زيت زهره الربيع مثلا، فيتامين اي، بي 5، كلهم هيدي فيتامينات. هيدا بيناسب كل البشرات، يعني مو ممكن انت تتعرضي انه مثلا تجيكي صبيه تقول لك انه انا حطيته ما ناسب بشرتي، واللي هو لا مهيئ لانه يناسب كل البشرات سوا. هلا بسال، هلا في ناس العسل قد ايه مفيد تتحسس منه. تمام. ماء الورد في ناس تتحسس منه. فبسال يعني هلا كونه في تواصل مع الزبون، هو بيكون مرتاح وانا بكون مرتاحه، لانه دائما في سؤال وجواب. يعني بعمل شيء هلا بناسب، يعني هلا صبيه عامله انا عندي هالكريم جاهز، من خلال تواصلي معها حسيت انه هذا هي التركيبه ما بتناسبها، برجع بعمل شيء بناسبها. لا لا انت يعني بتجربي على وشك، انت كم صابونه بتغسلي كم كريم بتحطي؟ بصراحه ايه هلا بجرب، بحب اي كريم بشتغله بحب اجربه دغري يعني.
تمام. يعني مثل ما قلنا هو مجموعة آراء عم بتكون على المنتج، ومثل ما ذكرتي لكل صبية عم بتحضري لها الشيء الخاص ببشرتها. يعني قد ايه حلوة هيدي القصة انه تشوفي منتج لارا دائما انه يكون على خاص طلبك. ببشرتك، على طلبك، الاشياء اللي بتتحسسي منها ما تكون موجودة. فهذا الموضوع يمكن هو بتاخدي طلبات كل فترة وبتعمليها، ولا كيف ممكن تحضري لها؟ اي تماما. هلا ليك كمان شغلة، لما واحد بيشتغل بحب وبيقدم صح وبتتعبي على المادة وبتعطيه حقها، فهي لحالها بتسوق. يعني هلا انا كثير كيف تجي الزباين، رفيقتي اخذت مثلا اسبوع زمان 10 ايام، واو والله انت وجهك حليان، شو عامله بحالك؟ بتقول لهم والله انا اخذه من عند منار، فبتصير هي مثل صاحبه اعلان لإلك. فتماما. فهي هدول اللي شافوا بشرتها مغيره بيجوا كمان بيطلبوا منها. دائما تسويق المنتج هو اهم شيء. يعني اي حدا عنده مشروع بينطلق فيه، وما بعرف اذا حضرتك بداتي براس مال بسيط يعني بسيط بالبدايه، وبمواد قليله. اليوم في مهرجانات خيريه، في مهرجانات كمان وفعاليات لعرض منتجات المراه، عم يستفادوا منها وعم بيكون لك مشاركات او طموح لانه انت مثلا تعملي ستاند تعرضي منتجاتك ضمن هيدي الانشطه لحتى يتعرفوا بجوز الناس بشكل أوسع على شغلك. صح. لا مؤخرا كان لي مشاركة بمهرجان رميتا، هي المشاركة الأولى. فعلا يعني بتتعاملي مع شريحة كبيرة من الزباين ومن الناس بشكل عام. كمان بيصير في تعارف بين الناس اللي بتشتغل هاند ميد بشكل عام، في تواصل وفي تسويق أكبر. يعني كتير فكرة حلوة. حلو. بتفكري تعملي هسه لقدام تشاركي بهيك؟ طبعا أكيد فعاليات. تمام. شفنا خلال المنتجات كريم الشعر، يعني ما بس للبشرة، عم بيكون كمان في اهتمام بالشعر. فخلينا نعرف أكثر عن المواد اللي ممكن مثلا يستخدموها الصبايا تفيد الشعر. بنشوف كثير خلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، منا أكليل الجبل، منا الغار، منا القرنفل، ممكن نزيدهم على هي. فقديه صحي هذا الموضوع؟ قديه ممكن الصبايا يجربوا ويفشلوا بهيدا القصص؟ هلا في تجارب، هلا مثلا احيانا عم يكون في تجارب مؤذية، يعني مو كل شيء بده يكون محطوط على النت صح. هلا زيت اكليل الجبل، مقطر اكليل الجبل، القريص، الميرمية مثلا، كلها هي اشياء مفيدة يعني، بتدخل بتركيبة منبت الشعر. الزيوت، هلا في ناس مثلا ما كثير بتحمل بشرتها زيوت، انه بشره فروه الراس ما بتحمل، عندها تكون بشرتها دهنيه، فبعطيها هيدروسولات يعني مقطرات، مجموعه مقطرات مع فيتامين. اللي بيعانوا من القشره، وخاصه حاليا مع تبدل الطقس، وبالصيف بتكون جلده راسهم كثير ناشفه، وبعدين هلا يعني جلدة الراس، مو أنا ما دخلني، أنا بعرف اللي عندهم قشرة، شو أحسن شيء ممكن يستخدمه؟ هلأ في عندك بدخل أنا بالتركيبة العكبر، كمان ممكن ندخل شيء بسيط، خل. خل، هلأ أنا سمعت زيت وخل دهنيهم على جلدة الراس، بس ممكن بطريقة صح يعني. كمان هيدروسول الطيون كتير بجنن، بعالج مشاكل البشرة وفروة الراس بطريقة كتير قوية. هذه المواد اللي عم نحكي عنها يمكن في كتير أسماء نحن ما بنعرفها، ما بتحصلي على المواد الأساسية؟ وكيف بنعرف إذا هيدا المادة هي مادة طبيعية نظامية أو المستخلص الأساسي من هيدا المادة؟ كيف تتأكدي؟ لا هون التعب وهون الشغل، خبرة هون تطوير. خبرة. هلا بداية قبل ما قلت لك، قبل ما أكون انضميت يعني للمرأة الريفية، كان في صبايا أنا يعني آخذ من عندهم هيدروسولات، بعرف إنه هدول شغلهم نظيف. وفي ناس من برا كمان، يعني في أشياء مو كلها بتنشغل بالمرأة الريفية، بلاقيها في خامات باخذها. حتى الخامات نحن ممكن نحصل عليها من دائرة المرأة الريفية. طبعا أنا بحب فيد، يعني بحب نكون دائما متكامل. تماما، هو مشروع متبادل يعني ممكن يكون. يعني بحب هدول الناس اللي بيشتغلوا هاند ميد، لأنه هدول الناس بيشتغلوا من قلبهم، بدهم يطوروا المنتج، بيعطوا من قلب، ما هدفهم ربحي بحت مثل الشركات التجارية. تماما. وهون كمان يعني إضافة للموضوع، انه بيكون في كمان علامه تجاريه او خلينا نقول اختبارات معينه بدائره المراه الريفيه لكل ماده او لكل صنف بمقاييس معينه او بعيارات معينه. ايه تماما، كله مراقب ومضبوط. فانت بتاخذي الاشياء اللي بدك اياها وانت مرتاحه يعني.
حلو. تمام. طيب الاسعار كيف بتكون بشكل عام؟ يعني دائما بيقولوا شغل الايد له قيمته، له مو مثل مثلا المواد الكيميائيه اللي برا. الاسعار عم تتناسب اليوم بين سعر الماده الاساسيه، بين تسويقها اليوم وطرحها ضمن الاسواق؟ هلا والله اسعارنا يعني كثير مقبوله، على يكون في تستاهل منتجاتنا اسعار اكثر، بس انه ما بعرف يعني العقليه اللي عند الزبون انه لا انه هاند ميد لازم يكون ارخص. شلون هي انه يعني دائما هو لا مو ارخص، اغلى، ولكن دائما انه مواد طبيعيه بدون معامل بدون الات بدون، فانه اقل تكلفه على الجيب وامن لل تماما. هلا هو يمكن المعامل بتعرف بتاخذ بكميات كبيره اسعار جمله، هلا لا اللي بيشتغل هاند ميد بياخذ على قده، ما بياخذ هالاسعار الرخيصه بالمواد الاوليه، بس الحمد لله يعني ماشي الحال ماشي الحال. شفنا كثير من المنتجات اللي حضرتك مقدمتيها هي منتجات يعني خلينا نقول الدارجه اليوم او الاكثر طلب ضمن السوق. في منتجات ثانيه هي ضمن طموحك حابه انك تدخل عليها اليوم بعد ما اسستي وبعد ما خلص صار عندك هيدا المنتج وهيدا الاسم، في شيء ثاني حابه تشتغلي عليه؟ هلا ممكن هي نفسها تطور. هلا في مثلا كريم نزلته مو بعرف ما طلع لسه، لوشن بار. هلا هذا اشتغلت جديد حبيت اضيفه يعني. اللي هو شو بيعمل؟ هلا هو بيجي مثل قطعة صغيرة ضمن علبة، كل قطعة شكل ولونه وريحة، هو مرطب جامد للبشرة. حلو. مثلا انت العلبة فيها ثلاث روائح، بتاخذي قطعة صغيرة مثلا شكل نجمة او قلب او كذا، بتمديها على الجسم، بتعطي ترطيب كتير عالي، هي غنية بالفيتامينات وفيها زيت جوز الهند وفيها عطور كمان. حتى فينا ناخذ مسحة صغيرة منها نحطها على شعرنا اذا حبينا يعني. حلو. وعندنا خيار بعلبه واحده ثلاث روايح، يعني نبدل ثلاث. تمام. حلوه الكريمه، حلوه. بتعرفي بنحب كثير هالقصص. تمام. خلينا نحكي شوي عن الصعوبات اللي واجهتيها خلال مشروعك، يعني بنعرف طريق النجاح هو طريق صعب ما انه سهل، فيمكن في صعوبات هيك واجهتك، نحكي عنها شوي وكيف قدرتي تتغلب عليها. الصعوبات كانت اكثر شيء بالبدايه انه المواد الاوليه، العلب بدنا نحط فيها المنتج. ايه تعبت لحتى وصلت لمصادر، المصادر اللي بدي اياها يعني. ولهلا في صعوبه والله بهذا الموضوع يعني، ما لنا الامور سهله. ونحن بناخذ يعني كميات ما لنا الكبيره، ما بناخذ هي الاسعار يعني الجمله، عرفتي شلون؟ فاكثر شيء صعوبه بانه واحد يوصل للخامات، والتسويق كمان يعني انه كونه الترخيص، موضوع الترخيص صعب، فكمان التسويق يعني عم يكون على نطاق ضيق يعني، ما مو مثل ما بدنا يعني. هو تحدي يمكن فينا نعتبره كان موجود بحياتك وقدرتي توصلي لهون قبل هيدا المشروع وبعد هيدا المشروع، شو تغير بشخصيتك او شو تغير بحياتك، شو اضاف لك هيدا المشروع؟ لا هو انا قلت لك الهاند ميد كثير بشكل عام بحبه يعني، هو شغف بالنسبه لي يعني، كثير لما بجيب مجموعه مكونات وبطالع منها شيء كثير بكون مبسوطه بهذا الشيء اللي طلع معي. بيعطي ثقه بالنفس اكيد. كمان الناحيه الماديه يعني، كمان هو رافد مادي اكيد. تمام. وكمان بتزيد علاقاتك يعني، بتوسع نطاق العلاقات. لكل سيده عم تتابعنا اليوم عشان ما تشوف بس التحديات يعني، وهي دائما يعني نحن مثل ما قالت فاتن بالبدايه انه السيده السوريه اليوم اصبحت فعلا هي مبدعه ومبتكره بانتاجها، بشغلها، بتفكيرها، بتطوير مشروعها، لحتى تكون هي مسؤوله عن حالها وتكون ذات يعني هذا المشروع يعود الى برع اقتصادي مهم وتكون سيده مجتمع اليوم. شو الرسالة التوجيهية لكل سيدة عندها فكرة مشروع بس خايفة مترددة ما معها مصاري منيح اليوم لحتى تنطلق، شو بتقولي لها؟ بتثق بنفسها والخطوة الأولى هي الأهم. ما ترد على رسائل التضليل يعني اللي بتتعرض لها والإحباط، لا تخلي ثقتها بنفسها كبيرة وتباشر. مجرد ما بلشت الخطوة الأولى بتتابع الخطوات وبتنفتح للقصص والأبواب المسكرة يعني، الصعوبات تطلع هينة مو بهيدا الحجم اللي هي متخيلته.
تماما. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا ونتمنى لك التوفيق، ومثل ما قلتي هي محبة الشيء، يعني الواحد يدور على الشيء اللي بحبه ويشتغل فيه، يمكن هيدي أهم نقطة ممكن نحن نستثمرها تماما لحتى ننجح تماماً. شكرا لك منار بدور، وحضرتك سيدة صاحبة مشروع منزلي لصناعة أدوات التجميل، أهلا وسهلا. شكرا كثير لكم، يسعد صباحك وبالتوفيق. أكيد بنتمنى إن شاء الله قريبا نشوف معك ترخيص ومعمل ونشوف هيك منتجاتك إن شاء الله ضمن الأسواق. تسلمي، نورتي صباحنا. تسلمي.